سؤالي في يعني عندما أتصفح بعض الصفحات على الفيسبوك في سؤال من حوالي يعني آخر محاضرة كانت من المحاضرات العادية قبل. السلام عليكم، عمر من سوريا، طالب بجامعة دمشق، سنتان اللغة العربية. سيدي سؤالي هو كالتالي، بجوز للاعب أنه يفطر حداثين هل يوجد حالات في الإسلام؟ السلام عليكم. السلام. مؤيد من حما. سيدي في سؤال. شو تشتغل؟ تاجر الحما. ما شاء الله الله يزيدك. الله يحفظك. هي هون المشكلة، يعني المشكلة إنه نحن عم. مشكلة إنك تاجر. يا ريتني أنا تاجر. سيدي الآن سبحان الله الثلاث أربع سنين مشينا فيهم، يعني واحد معه كم ليرة بده يشتغل فيهم، يأسس له شغلة محل، وإذا ما بلش أول خطوتين ثلاثة بيوقع بمطب إنه انتصبوا عليه. نصبوا عليه من أقرب الناس. أتراك ولا؟ لا لا. أتراك أو شوي سوريين أغلبيتهم طبعا. سوريين وأتراك. تمام، بس الغالبية كلها سوريين من الفئة الحوالية يعني. سوريين. تمام، فئة شغله يعني. إنه مجال مثلا. يعني نفس نفس مصلحته. مثلا تمام. مثلا. هذا حسد الكار اسمه. نعم. يعني مثلا بالألبسة، مثلا أنا اليوم عندي محل ألبسة. وعم بيع بالجملة مثلا لأفلام لأفلام، مرة مرتين صرت بيعهم بالجملة الأمور تمام، يعطيني كاش، بعدين صار يماطل، بعدين أكل عليه مصاري وما عاد أقدر أحصل منه. قديش صار لك بالتجارة أول شيء؟ هلا فعليا في حما كنت تاجر؟ تاجر نعم. تمام، بس ضمن يعني أهلي نحن نقول، هلا هون صرت لحالي يعني. نعم. تمام. يعني قصدي أنا بس فقط قبل السؤال يعني. يعني إنه هذا مفروغ منه، هذا أمر التجارة يعني. وحوش كله يعني، انت مثلا ما حسبت حسابك، ما يعني اخذت اجراءات معينه بياخذوها التجار حتى ما يلعب عليهم. انا هيك بعرف شاغل فتره بالتجاره. تمام ما زبطت معي. تمام. هلا مثلا انا ومحمد عم نشتغل بالتجاره. نعم. اسبوع شهر شهرين امور تمام، لست شهور امور تمام، خود وهذا مثلا بضايع او مصاري، يا سلام. بعدين قال لي ورد لي بعطيك دفعه، بعد اسبوع دفعه، يا سلام. وأز شوي شوي كبر حسابه، بعد معه مصاري سكر حسابه، وأني بورطة إنه ما عاد سكر لي حسابه مبلغ معين، وفلان مع هذا يعني هو بده يعطيك بس ما معه. تماماً بده يعطيني ما معه. هذا مقبول، هذا مو نصاب. تماماً، بس أنا اليوم جمدني معه جزء ومع خالد جزء، صار مبلغ كبير، أنا ما عاد تحركت وسكرت نوعاً ما. يعني كل مصرياتي مع فلان ما ناكري المصاري، مصاري موجودة. أسألك سؤال محرج. تفضل. متزكي؟ والله ما بده الحول لحتى ما بيدور الحول لكل ما بيحول الحول عليهم. نعم. دغري عم تصرفهم. نعم. قبل ما يحول الحول عشان ما ادفع زكاة. طب كل مع فلان ومع فلان سبحان الله، يعني هي النقطة. المصاري يعني مثلا جزء مع محمد جزء مع خالد، ما عم نقدر نجيبهم، تجمدنا شبه سكرنا المحل او المكتب او الشغل اللي اشتغلنا فيها. هي النقطة سبحان الله عم نوقع فيها. يعني بعض الشباب رح نقول معه ليرتين ثلاثة عم يشتغل فيهم لحاله، عشان يشتغل عامل تحت معمل تحت ورشة يقبضوه ما قبضوه، انه يعني في كم ليرة واحد يشتغل فيه. وإذا بعد سنة زمن سنتين صار مصاري مع فلان وفلان ما ناكرينهم، بس ما معهم يعطوه، ما معهم يعطوه، وهو صار على الحديدة. هلا في فكرة، على فكرة يعني الأخ مؤيد هلا كلامه يعني يحتاج إلى في عدة حيثيات. الحيثية الأولى اولا مساله يعني بده يشتغل بالتجاره، بده بشكل عام يعني، يعني ما في واحد يشتغل تجاره فورا، وغالبا اللي بيشتغل بالتجاره بدون خبره سابقه بياكلها. هذا رقم واحد. لذلك انا ما بنصح اي شاب يشتغل بالتجاره الا بعد ما يتدرب، يعني يشتغل مع تاجر، لو تحت ايد تاجر، لو مساعد تاجر، لحتى ياخذ ويعطي، يشوف جو التجاره وشلون التوريد البضائع واستيراد البضائع وتحصيل المبالغ، وشلون الناس بتكذب وشلون بتنصب وشلون بتحتال وكيف. لازم يتدرب. انا بنصح الشباب اول شيء لازم يتدرب قبل ما يدخل مشروع تجاري. ممكن الانسان احيانا بيجي ورثه، ورث ابوه وامه وكذا، بصير معه شويه مصاري والاحسن ما تم شغيل. واحد بيقول له تعال نشتري زيتون ونبيعه، تعال نشتري هالشغلة مربحة، وتعال نشتري هالأرض نعمرها هالكذا مدري إيش، بيورطوه. قد تكون نيته صالحة وقد تكون نيته سيئة،
النية الصالحة ما بتفيد بهيك حالة يعني بالضبط. إذا واحد يعني هو والله لك معي 1,000,000 ليرة إيه والله والله بس والله ما معي والله صحيح أنا سحبناك بضاعة 1,000,000 ليرة بس والله انصرفت والله سرقت والله بدري إيش ما تقدرت بعت بالدين وما حصلت ديوني استناني لحصل ديوني لأعطيك ديونك إيش استفدت أنا من كده ضريتني وضيعت لي رأس المال وبدك ترجعني شغيل بعد ما صرت تاجر مستقل. هاي الأمور كتير انتبهوا لها يا أحبابنا. الشباب عندهم أنا معهم يعني أنا مع الشاب إنه ما يتم شغيل. انتبهوا يا شباب يعني أنا لأنه بعرف أنا اشتغلت شغيل أكثر من 10 سنين بعرف العمالة فيها مزلة أو حتى لو وظيفة لو بشركة لو سكرتير مدير عام فيها مزلة فيها مهانة فيها مثل شحادة مع الأسف المعاش بمد إيده آخر الشهر بياخده مثل الشحاد صح ولا لا؟ هذا أمور مع الأسف يعني هي الحياة. أنا مع إنه الشاب يستقل وإن كان ما أكيد مع كل هالشباب حتستقل وإلا ما بتمشي الحياة يعني لازم يكون في تسخير لكن يعني الإنسان بحسب ما يرى مع إنه يصير له عمل مستقل مو شرط تجارة لكن له عمل مستقل حتى ما يكون يعني ذليل ومهان خصوصا في طلب الرزق مشكلة. فأنا مع ذلك لكن أيضا أنا مع أنه قبل ما تستقل دير بالك تعلم مظبوط يعني تمرن مظبوط قبل ما تستقل بأي مصلحة حتى لو مصلحتك. شوز واحد شغيل ميكانيك سيارة بده يفتح محل لحاله قبل ما تستأجر وتتورط وتأخذ محل وتحط دوزت وتحط مدري شو إيجارات وتحط آلات وعدة وكذا وتتورط يا أخي يا أخي أنت يعني إذا معلمك منيح لأن إحنا هلا وضع صعب إذا معلمك منيح وعم يحاسبك أو كل أول شهر حاول طول بالك شوي مكن حالك أكثر. انتبهنا يا أحبابي أنا هي للكل نصيحة لكل الشباب. هون بتركيا بنعرف نحن الدكاترة الحمد لله بالمعامل عم يشتغل مهندسين وصياد عم يشتغلوا بالمعامل عمال مالهم لا قيمة ولا هي بكل دراستهم راحت على الأرض مع الأسف هذا عم يصير وفي مزلة ومهانة ويقدر يشتغل وحده. في منهم عم يطلعوا بده يشتغل بالتجارة عم يدين له قرشين بده يشتغل بالتجارة عم يضيعوا القرشين ويضيع التجارة ويضيع شغله وعم يفوت بمتاهات الأول ما لقى. الجو بسوريا غير الجو بتركيا. جو العمل مهما كان بسوريا في نصابين ومحتالين كل المكان فيه بس ما بيطلعوا نقطة بحر الهون أو هن السوريين اللي هون ما بدنا الأتراك ما بنتكلم على الأتراك نحن هنا السوريين اللي هون نقاين تنقاين يا هي تغيرت أخلاق الناس ما بعرف شو صاير بالدنيا يا أما نقاين تنقاين يعني أحكيها بصراحة زبالة سوريا طلعوا لتركيا مو الكل طبعا حتى أنا مو الكل لكن يعني حقيقة اللي بيشتغلوا أنا واجهت سوريين فظيعين هم عشت بسوريا 40 سنة ما شفتهم هم 4-5 سنين طلعوا نطوا بوشي 50 واحد كلهم نصب واحتيال على مستوى عالي جدا وأساليب خبيثة جدا ما بعرف شلون هيك فجأة طلعوا أو هن يعني تصفاية بلوعة سوريا اجوا لهون ما بعرف والله أنا شو صاير أنا بالضبط ما بعرف يعني أنا مالي داخل بهالمجال لكن هذا اللي صار. فلذلك أنا معلش أنا بنصح إنه الإنسان يشتغل ويستقل لكن كمان إذا أمورك الوظيفية جيدة خليك طول بالك شوي لأنه الوضع صعب كتير خاف تروح المال والرسمال مثل ما بيقول تصفى بلا شيء بالمرة. إذا أمورك الوظيفية طول بالك شوي لحتى يقوى عودك أكثر هاي برأيي ما بعرف في ناس ما بترضى أبدا يعني هي صعبة العمالة صعبة هي صعبة والله حقيقة صعبة دوامها وكل شيء فيها صعب لكن كمان يروح المال والرأسمال كمان هي مشكلة. ف
ناحية تانية بيقولوا التاجر الجريء مرزوق والتاجر الجبان غير مرزوق. هي بيقول في نوع أنا واجهته من الناس حقيقة يعني يا أخي جريء كتير. أنا ما عندي الجرعة أبدا يمسك مصاري ويزد ويزد لكن إذا ما حطيت التسعة ما باخذ العشرة لك وبيغرقوا بيفتح محل هون ومحل هون بيفتحون هون مجال مجال مدري شو مجال مدري شو 10-12 مجال ماشي فيهم وعم يزيد لك ما زبطت هون تزبط وما زبطت هون تزبط هون وياخذ ديون وبشغل مصاري لناس وكذا. في منه والله يعني سبحان الله ما كأنه مرزوق هذا الإنسان تلاقي داري العجلة وأبدا صار بسرعة 100 السيارة. وفي منه بيغرق أبدا ما بيصفى شيء غرق يا ريته ما فات الفوتة كله سير عليه ديون من 20 جهة عشرات الآلاف من الدولارات وغيرها. لك وين فوت حالك أنت؟ هي لو كذا لو كذا ما لو تفتح عمل الشيطان ماشي الحال خلاص قدر الله ما شافها مين بده ينتشلك بقى يروح يتدين كمان مشان يعمل مشروع تاني مشان يوفي إيش خسارة المشروع الأول وكمان نفس الواقع بيقع. أنا برأيي إذا وضعك الوظيفي جيد الشباب كلها بالكلام طول بالك شوي لحتى يقوى عودك أكثر. وضعك الوظيفي غير جيد معك قرشين يعني دروس شوي الموضوع يعني قبل ما ولا واشتغل على قدك يعني لا تشتغل طاقات أكبر يعني معك 4-5 آلاف دولار اشتغل فيهم ليش تشتغل تتدين 5 فوقهم وتقولوا للناس هاتوا نشغلكم مع كمان بيجيك شاب طالع روح وصل له 2-3 سنين عم يشتغل مصمت له في 4-5 آلاف دولار بتطير له اياهم تقول له والله خسرنا صار له 4-5 سنين عم يشتغل فيه وبعدين تقول له خسرنا تقول له والله هي التجارة ربح وخسارة انت هيك فتت على اساس معي بس هالكلمة مو سهلة دمرته هذا مسكين. تبهنا اشتغلوا على قدكم بدي اشتغل بالتجارة اشتغل على قدكم وإذا وضعك الوظيفة جيد خليك بالوظيفة لحتى الله يفرجها. ما بنعرف نحن نبقى في بلاد غربة ما أنا مستقرين هنا أبدا يعني والله أعلم. وشغلة النصب إنا لله وإنا ما لا دواء إلا تقوى الله تقوى الله بده شغل كتير إنا لله وإنا إليه راجعون.